نحن نقول بكل صراحة، لا شيء يسمى في الإسلام بالتصوف وبالتصوف الإسلامي، وهذا الاسم دخيل ككثير من الأشياء التي دخلت على المسلمين، بعضهم بشبهات يظنونها دلائل، وبعضهم بأهواء يركضون خلفها. التصوف الإسلامي كالأناشيد الإسلامية ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة. لا ينبغي أن يقال هناك تصوف صالح وتصوف طالح، لأن ما في الكتاب والسنة يغني عن كل ذلك. التصوف هو أنه يشبه الرهبانية التي ابتدعها النصارى في دينهم وما كتب الله عليهم. جميع الطرق الصوفية الروحانية والشاذلية وغير ذلك من الطرق الصوفية والتيجانية كلها خطيرة، يجب الحذر منها والبعد منها وعدم الثقة بها. وهم أقسام، منهم الكافر ومنهم غير الكافر. فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن كتب الصوفية وقراءتها، لأنها تضره وفيها من الباطل والشر شيء كثير. فينبغي لك يا عبد الله أن تبتعد عنها وأن تقرأ كتب أهل السنة والجماعة التي فيها الخير، فيها بيان ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيها كفاية. أن الطريق الصوفي طريق مبتدع ما أنزل الله به من سلطان، فليس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون ولا الأئمة المهديون. السلف ليس عندهم تصوف الصحابة، بل كانوا رجال دعوة ونصف وقتال للكفار إلى آخره، ولم يكونوا متصوفة. تصوف محمود. التصوف مذموم، وفي الغالب أنها تصوف يطلق على يعني في أمور مذمومة، والتصوف يعني له طرق متعددة وكل له طريقة يعني، وكلها من البدع المحدثة. نقول بأن هناك تصوف ممدوح وتصوف مذموم. لا يا أخي، التصوف كله مبتدع. إذا أردت الحق فعليك بالسنة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.